اكد رئيس اعضاء اللجنه الماليه النيابيه ان الحكومه لم, تت... لم تحقق المطلوب منها في زياده الايرادات الماليه لخزينه الدوله بالرغم من فرض الضرائب ورفع الاسعار ما يؤشر على وجود خلل يت... يستوجب المعالجة جاء ذلك خلال اجتماعها مع وزير المالية ومدراء الدوائر المالية التابعة لها حيث أكد رئيس اللجنة النيابية وجود تباطؤ في تنفيذ الإجراءات والقوانين ما سيؤدي إلى حدوث خلل في حجم الإيرادات نهاية العام وبالتالي زيادة نسبة العجز بالموازنة واعلن ان اللجنه تقوم حاليا بالتعاون مع جهه محايده الى اجراء مراجعه للقانون وانظمه الاستثمار وزير الماليه اكد ان الحكومه تعمل حاليا على تحقيق النمو الاقتصادي ومكافحه التهرب الضريبي كما جدد تاكيده ان الحكومه لن تذهب الى رفع الاسعار في حال تراجعت الايرادات الماليه